يا لبان، عليك أن تمنع يعقوب مما يفعله، فإن الفقر يحط على فدان وعلى أهلها. أيها الكاهن، يعقوب ابن شقيقتي وزوج ابنتي ليئة وراحيل، ولكن عقيدته شيء يخصه وحده، لا أتدخل فيه. ولكنك تستطيع أن توقف يعقوب عما يقوله للناس أيها الحاكم لابان، فلقد أساء إلى عشتار الإله. عليكم أن تردوا على يعقوب بالحجة البالغة. نحن نعمل لك ألف حساب يا لابان، ولكن هناك حدود لا يمكن ليعقوب أن يتخطاها. سأتحدث إليه علّه يرجع عما يفعله. نحن لن نتحمل هذا كثيراً أيها الحاكم لابان. هل أعتبر هذا تهديداً يا إسر؟ نحن في محنة كبرى بسبب ابن أختك يعقوب. يا لابان، اهدئي يا إستر، لابان ليس طرفاً في هذا النزاع.